العيد الكبير هاد العام ما غيكونش، يعني غادي يتلغى، وهذا ماشي كلامي، كلام الوزارة. كما عارفين ان عيد الاضحى ما بقى له والو، باقي له غير شهر وشي ايام، غادي يجي في 17 ولا 16 يونيو، والمغاربه حاليا مقسمين على جوج، كاين اللي باقي عيد الاضحى يعيد مع راسو ويرتاح مع راسو، وكاين اللي كيقول لك لا سيدي انا ما بغيتش وما كرهتش هاد العيد ما يبقاش حياته كامله. في هذا الفيديو غادي نعرفوا التفاصيل كامله، غادي نشوفوا واش عيد الاضحى غيتلغى هاد العام في المغرب اه ولا لا، وغادي نشوفوا عقليه المغاربيين اللي مقسومين على جوج، غادي نشوفوا العقليه اللي باغي عيد الكبير والعقليه اللي ما باغيش عيد الكبير، واللي ما باغيش العيد الكبير هو والمشكل. في هذا الفيديو غادي نعرفوا كل شيء، ما عليك غير تكمل معايا الفيديو حتى الاخر وتقول لي انت واش مع ولا ضد الغاء عيد الاضحى. قول لي هذا الشيء في التعليقات، وخلي معك واحد لايك واحد اشتراك، وبقى معايا. يكون ندير ويعاون خو اللي ما عندوش، واللي ما عندوش بلا ما يعيد. هذاك وبهيمتك ونشر رحمتك، هذه رحمه، العيد رحمه، الزياره رحمه، كل شيء ما مواتياش، وغتكون الاثمنه مرتفعه وماشي كاع الاسر بامكانها انها تشري هاد الاضاحي. العيد فرضوا علينا الله سبحانه وتعالى، اللي استطاع اليه سبيلا، اللي عنده واللي ما عندوش الله يجيب ليه. عيد الاضحى او عيد الكبير كيتعتبر من اعظم الاعياد في الاسلام، وصراحه كل شيء كيبغي هاد العيد حيت فيه الذبيحه نعم سيدي. في هاد العيد كتجمع العائله والاصدقاء والاصحاب، وما كاين غير الراحه والنشاط والزهو وحتى الماكله والشوا طبعا. يعني هاد العيد كل شيء كيتمناه يكون، كيتعتبر عيد الاضحى سنه مؤكده، يعني اذا كان عندك ضروري واجب عليك دعيت، اما اذا ما كانش عندك اذا ما كانش عندك وما قدرتيش توفر المصروف ديال العيد صافي ماشي مشكل بلا ما دعيت، ولكن الرجال كيجيبوها فوق السبع، واذا كنت راجل تقدر تجيب العيد. اما تقول لي دري واش ما عندكش، نوض خدم اصاحبيش من ما عندكش، كندوي على الناس اللي بالصحه ديالها وبالقوه ديالها، ما كندويش على ذوي الاحتياجات الخاصه. اما الناس الكبار والناس المعاقه والناس اللي ما عندهاش بالصح ديال بصح، هذاك يمكن لا ما دعيتش. ولكن انا كنشوف بزاف ديال الناس خرجوا في منابر اعلاميه كيقول احنا ما بغيناش العيد، واخا عنده طوموبيل عنده دار كيقول لك انا ما قادش على العيد. كيفاش عندك طوموبيل ودار ما قادش على العيد؟ واش انت راجل ولا غير مشبه بالرجال؟ وكاين نوع اخر كيقول لك لا سيدي انا ما بغيتش العيد حيت العيد هذا العام غالي. بصح اه سيدي كنقدرك، ولكن اذا قلبتي غادي تلقى اللي قدك، البس قدك يواتك، ما قلناكش عاد شري الحولي اللي كيعيد به سيدنا، شري غير الحويلي وصافي اللي قدك والسلام. كاين في السوق وكاين الكسابه اللي كيبيعوا الثمن واعر، كاين اللي كيضربون الونين الله يحفظ، كاين اللي كيغليو اه صراحه، وهذاك ربي اللي غادي يحاسبو، وحنا خاصنا نقاطعوا الناس اللي كيغليو. المهم اذا قلبتي عاد قدك يواسك. المهم خلاصة القولة سيدي، المغاربة مقسومين على جوج، النص الكبير باغي يعيد وباغي يعيش العيد وباغي يرتاح في العيد ويتجمع مع العائلة ويعيش الأجواء ديال العيد ويمشي يصلي العيد، وانتم عارفين الشعائر الدينية. كاين البعض آخر اللي ما باغيش العيد، ظروف خاصة، كاين اللي ما عندوش، كاين اللي كيتقاتل باش يجيب طرد الخبز، وكاين 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 واحد الفئة هي فئة قليلة ولكن فئة حاكمة وعندها قرار، الفئة العلمانية اللي ما كتحملش العيد، كل عام كتطالب إسقاط عيد الأضحى، وهاد الفئة موجودين صراحة لا في الشارع المغربي وحتى في البرلمان. اه سيدي هاد الفئة العلمانية تكاثرت مؤخرا، وهما ماشي ضد العيد فقط، هما ضد أي حاجة كتناسب بها الإسلام. كيجي رمضان كيقول لك علاش حنا غنبقاو بالجوع، وكيقولوا أنا بغيت نفطر علاني، اه أنا ما غاديش نصوم وغادي نفطر علاني وما خاصكمش تجرموا هاد الشيء. وملي كيجي عيد صغير كيقول لك علاش سيدي غادي نعيدوا، علاش سيدي غادي نعيدوا نريحوا، كلشي يمشي يخدم ما خصناش نريحوا في العيد. وملي كيجي عيد الكبير كيقول لك لا سيدي حنا ما باغيناش العيد، حنا باغين الراحه. وملي كيجي عيد الكبير يعني عيد الاضحى كيقول لك لا سيدي ما خصناش نتحكروا على الحيوانات وما خصناش نعيدوا. بعض منهم كيسبوا كيقول لك كاين الجفاف وكاين غلاء الاسعار والمعيشه والمغرب ماشي اللور اللور، وبغينا يتحيد هذا العيد، ماشي تلغى هذا العام فقط، كيقول لك الغاء عيد الاضحى صافي ما يبقاش مره العيد في المغرب، يعني احنا ما بغيناش نعيدوا. وهاد الفئه هي الخطيره والاخطر حيت كتروج شي افكار قبيحه صراحه، وديما كتجي ضد الدين الاسلامي، اي قانون تشريعي اللي نزلو ربي ديما كتجي ضده، لا في الزواج لا في الخدمه لا في الحياه اليوميه، كل شيء يا سيدي كل شيء ضد الاسلام. وهذا الشيء رجعنا كنشوفوه بزاف ماشي قليل وصافي، وحتى الناس اللي في البرلمان والناس اللي عندهم يد كبيره حتى هما باغين هاد الشيء، حيت نتوما عارفين اخوتي في الورق حنايا في العالم في الورق ما بقيناش دوله اسلاميه. اه حنا دوله اسلاميه عندنا ثقافه اسلاميه وكل شيء اسلامي والحمد لله على نعمه الاسلام، ولكن في الورق حنا دوله ليبراليه علمانيه. في هذه المرحله الدقيقه التي انتقل فيها المغرب من مشروع دوله اسلاميه الى مشروع دوله
ليبرالية ديمقراطية اجتماعية. يعني أخوتي المغرب ماشي في الخسران، وعام ورا عام كنت أكدوا أن المغرب التوجه ديالو ماشي على اليسار، يعني ما ماشيش نيشان، وهذا الشيء اللي أكدته البرلمانية نبيلة منيف آخر تصريح ديالها على عيد الأضحى. باش النقالات عليه، شوفوا معايا. كاين واحد العدد ديال الدول اللي كتفكر حماية للمستهلك والمواطنات والمواطنين وضمان العيش الكريم، كتفكر في تسقيف الأسعار ديال واحد العدد ديال المواد الأولية اللي مضمنها الخضار واللحوم والفواكه. حنا اليوم خرج يعني شهر رمضان، كل شيء كيتكلم على يعني عيد الأضحى اللي هو قريب، عيد غلف العيد، غادي تلصق العيد الأضحى في غلاء الأسعار، وتنشوفوا الأسعار ديال اللحوم اللي هي طلعت للسماء عاوتاني من جديد. يعني هادشي راه ماشي معقول. واش ما كاين لا حاسب لا رقيب؟ حنا دائما كنكونوا يعني عرضة لهاد اصحاب يعني الاحتكار ديال هاد الماده هادي. كاينه نفس الشيء، حنا سمعنا بانه جات واحد العدد ديال الماشيه اللي تم الاستيراد ديالها بدعم، تعطى دعم للناس اللي جابوا هاد الاكباش وهاد الشيء باش نوجدوا العيد الكبير. وفي الحقيقه العيد الكبير كان خصو يتلغى، لان في الحقيقه ان العيد الكبير خصو يتلغى. يعني هادي ما باغياش العيد سيدي، ماشي هي كدوي على الحق، تقول ان غلاء الاسعار وهادشي ما خصوش يكون، خصو يكون التسقيف، ولكن هاد الهضره ديال العلمانيين. عيد الاضحى خصو يتلغى، يعني عيد الاضحى شعائر الله خصها تتلغى، يعني هادي ضد الاسلام من الاخر. هادي في الاول كتدخل دخله سياسيه، نتوما عارفين السياسيين باش نصوتوا عليها ونوقفوا على رجلها، ولكن ملي كترجع حاكمه وهي عندها يد كلشي كتقول لك لا سيدي، هادي ما هادي زايده على اخندوش، هادي عاد ود البلاد كامل اذا صوتنا عليها. غلاء المعيشه، الناس ما عندهمش، كيمشيو كيلقاو خروف صغير وردابه بعيد من العيد الكبير ب 3000 درهم و 3500. اذا ما خصناش نرميو الناس للتهلكه. ولهذا انا بالنسبه ليا مع هذا الجفاف ومع هذا يعني هذا الشيء الحمد لله شتا موج وطاح الشتا، الحمد لله مابقاش يلصقوا في الجفاف. كاين غلاء الاسعار حق الجفاف ما كاينش، بلا كذب السدود كاملين عامرين والخير موجود الحمد لله والدنيا خضراء. ديال الغلاء المعيشه خص تخدا واحد التدابير باش نحميو المواطنه والمواطنين من واحد الازمه قبل كل شيء، نفسيه قبل ما تكون ماديه. ولهذا يعني انا غادي نكون مع حذف هذا العيد الاضحى. قال لك حذف عيد الاضحى، شتي اخوتي وصوتوا عليها هذه على حذفكم الاسلام، الجوامع عند الغلق، الجوامع عند دير المجهود ديالها باش ضد الاسلام، كيكونوا مخلصين بحال هذا ما فهمتش الله اعلم. ويكون واحد التضحيه رمزيه وندوزو. ثانيا خاص مراقبه صارمه ديال الاسعار ديال اللحوم باش المغاربه يبقى يوصلوا لهذه الماده اللي هما كيستهلكوها بواحد الشكل هو متواضع، ولكن ما يمكنش لينا اننا نبقاو غاديين في هذه الزيادات اللي ما كيبررها غير الاحتكار وهذا الجشع اللي في هاد الناس هادو، وكذلك غياب الرقابه الصارمه. شنو كيقول لك واحد المثل؟ كذب السياسيين ولو صدقوا، يعني السياسيين قبل الانتخابات غادي يوقفوا معاك ويقول لك حنايا ضد الغلاء وحنا غادي نبدلوا النظام وحنايا غنديروا غنديروا، ولكن ملي كيرجعوا في السياسه وكيرجعوا عندهم قيمه والله لا عقلوا عليك وبرا. وهذا الشيء اللي كتقولوا نبيله منيب كيتوجه للمغاربه، يعني اي مواطن مغربي غادي يسمع هذا الكلام غادي يتفق معاه، حيدوات على غلاء الاسعار وعلى المعيشه وعلى بزاف د الحوايج. لكن قالت هادشي كامل وذكرت الغاء عيد الاضحى، المشكله انها قالت حذف عيد الاضحى، يعني صافي عيد الاضحى ما يبقاش في المغرب. دابا هادي قبل ما تولي رئيسه، اما اذا رجعت رئيسه الله اعلم والسلام. كما كنعرفوا ان عيد الاضحى واجب علينا كمسلمين وضروري خاصنا نقتديو بالشعائر الدينيه، وفي عيد الاضحى كتروج الدنيا، الفلاح كيبقى عام كامل هو كيربي في كسيبه باش ملي يجي العيد كيترزق مثل الكسيبه، البيع والشراك كيبقى عام كامل والبيع ناقص، اما ملي كيجي العيد كيتروج شي حاجه. المهم في العيد كلشي كيتروج كل وكل. وانا الفكره ديالي اخوتي العيد الاضحى ما خصوش يتلغى، حيت الحمد لله الخير موجود وتساقطات الامطار هذا العام كانت موجوده، غلاء الاسعار كيجي من عندهم، هما باغين يغليو علينا باش حنا ما نعيدوش، باش حنا نساو الدين ديالنا. المهم كاينه شي بروباغندا من تحت من تحت اخوتي، وحنا ما كنعرفوش في داك الشيء، حيت اذا جينا ندويو في داك الشيء حنا ما غنبقاوش. وانا حسب منظوري الشخصي كنقول ان عيد الاضحى ما غاديش يتلغى، حيت هذا العام الخير موجود نتوما كما كتشوفوا، والحمد لله كاين اكتفاء ذاتي، واللي ما عندوش ما عندوش ماشي ضروري عيان، غير شري شي الحيمه هيدا وفرح الوليدات، واللي عنده كيطالب بإلغاء عيد الأضحى خاصو شي هراوة، حيت أنت عندك وما باغيش يدعيد، كيف كي درتي ليها؟ كي درتي ليها؟ المهم أخوتي صراحة العيد الكبير غادي يكون إن شاء الله، وإذا ما كانش يقدر يتلغى عام، عام واحد فقط، أما حتف عيد الأضحى كما كيقولوا العلمانيين، لا هادشي عمره ما غيكون، حيت حنا دولة إسلامية، أها سيدي حنا كنعرفوا أننا مسلمين،